يا الله السلام. اي ميموري سيستم سواء سيمي كوندكتور ميموري او غيرها على فكره كمان يكون عرضه انه يصير في ايرورز. طيب عرضه يصير في ايرورز. الاخطاء هذه نوعين، هارد فيلرز وسوفت ايرورز. الهارد فيلر عباره عن ايش؟ عباره عن اللي هو خراب بيرمننت ثابت، فيزيكال ديفكت ثابت، تمام، خراب يعني عطب بيصير في الميموري سيل او اكثر.
ميموري. إيه ما ينفعش خلاص نخزن فيها داتا، بنيجي بنخزن فيها زيرو أو ون، ما داز نوت ستور اللي هو الداتا انيمور، بصير ستاك مثلا، يا دائما بزيرو يا دائما بواحد ستاك. تمام؟ يعني بتخزن فيها واحد بتيجي تقرا بتلاقيها زيرو، أو دائما ستاك تو واحد، بتخزن فيها زيرو بتيجي تقرا بتلاقيها واحد، يقول ستاك ايش؟ تو زيرو أور واحد. هذا هارد فيلر. أو ممكن في من أنواع الهارد فيلر تلاقي اللي هو السيل مرات دائما استكت فترات بتكون استكت زيرو، فترات أخرى استكت ايش؟ تو واحد. يعني خلاص السيل خربت، ما بتنفعش إنك تهزني فيها. إيش أسباب الهارد ايرورز الهارد فيلرز؟ ممكن من الهارش انفايرمنت، يعني استخدام البيئة اللي زي ما تقول البيئة القاسية، أو وإيش وقع انكسر مثلا، صار في الـ في الـ في اللابتوب او في الجهاز او في السيرفر فيبريشن شديد نتيجه مثلا انفجار جنبه او كذا او شيء، حاجات زي كذا صار جنبه حريق، هو ما انحرق جنبه بس تعرض لسخونه كثير مثلا. اوكي هذا، او نفس عمليه التصنيع نفسها ممكن يصير فيها اعطال اثناء عمليه التصنيع، يعني مش كل شيء بتصنع بيكون بيرفكت 100%، او نتيجه الوير، الوير الاختراع يعني، يعني بتصنع مظبوط كل شيء ولما بتجيبها بتشتغل تبقى انها 15-20 سنة بعد كده الموديل لازم تخرب. ما هو ده اي شيء، مش بس الاوعى بتنهار، كمان اسمك ده الكترونكس بتنهار بصير لها اختراع تخرب مع الموديل، بتغير خصائصها، بتقول ايش صار وير، صار ايش اللي هو وير. هذا اللي هو ايه اللي هو الهارد فيلرز. النوع الثاني من الخطا بيسموه اللي هو السوفت ايرور، هذا راندوم بيروح وبيجي. تمام؟ يعني نون ديستراكتيف بمعنى ايش؟ يعني محتويات الميموري بتصير مش زي ما بدنا، اوكي؟ سواء سل او اكثر، لكن الميمو نفسها كتشب كهذا كالكترونكس مش خربان. هذا ممكن يصير نتيجه ايش؟ سوفت ايرورز، انه السوفت باور سبلاي بروبلمز، يعني الباور سبلاي نفسه مثلا بدي ستيدي ستيت مثلا بي سي سي مثلا 5 فولت، او مرات بعلى او بوطه، او يكون قيمته اقل من اللازم مثلا بس 3 فولت بدل اللي هي 5، او اعلى بكثير اللي هي من اللازم، او مرات ممكن يحصل الباور انتربشن تقطع الكهرباء فترات قصيره انت مش حاسس فيها، بس طبعا الميمو سيستم والكمبيوتر بيحس فيها، فعمليه الكهرباء تروح تشوفها ولا، فممكن يغير في هذا كله سوفت بروبلمز، سوفت ايرورز بينتج عنه سوفت ايرورز. او في حاجه بيسموها يسامات بيسموها الفا بارتيكلز، هذا عبارة أنوية معينة وبالك لما بتسيب اللي هي السيل كوانت السيل ترانزستورز بتغير في خصائصها، بتغير في خصائصها. تمام؟ وهذه عبارة عن مواد تنتجها تقريبا كل البارتيكلز بتطلع تقريبا من كل اللي هو المواد، وبالك كل المواد بتطلع يعني بتطلع من إشعاعات بيسموها ألفا بارتيكلز، بتتفاوت من مادة إيش إلى مدى، طبعا كميات ايش اللي هو صغيره. فهذه لما مرات بتنزل مثلا على سل معينه مع تراكمها او كذا ممكن تعمل دمج لمين؟ هي للميموري لميموري سل او ايش او اكثر. طبعا سواء الاشي كان هارد او سوفت هذا اشي غير مرغوب فيه، مش هيك ولا؟ اوكي. لذلك اي ميموري سيستم بيكون فيه اللي هي لوجيك عشان يعمل ديتكتيكال ايرورز وايش؟ اند كوركشن. أقول يعني تصور لما يكون عندك مثلا عندك ميموري حدث راح جيجا 1 جيجا، ايش رقم مهول؟ انا مش ممكن انه نتصور انه كل الداتا نخزنها ال 1 جيجا او الاربعة او العشرة اللي بنجرام نلاقيهم صحيح، حيكون في بعض مع الاقل 1 بايت او اكثر يكون في ايش؟ في او كم من بت فيهم اغلاط، بس ما ينفعش اقراها اكتب فيها وجع عمياني من غير ما يكون في سم ميكانيزم احاول اكتشف فيه غلط او مش غلط، صح ولا لا؟ لان لو بت غلط خلاص خرب السيستم كله، مش هيك ولا؟ ممكن يرجع عنه شغلات ديزاسترس. اوكي؟ فالمفروض انه بيضيفوا لاي ميمو سيستم سم لوجيك عشان يكتشف اذا في اخطاء ويحاول يعمل كوركشن للخطا اذا في امكانيه، يعمل ايش؟ اللي هو كوركشن، مش الميموري على طول. تمام؟ يعني بيكون على ما هي لغايه لحد معين للاخطاء، اوكي؟ بنحاول يعمل كوركشن ديتكشن اند ايش اللي هي كوركشن. تمام؟ لكن اذا تكررت كثير اللي هي الايرورز في الميموري صارت بشكل هذا، ساعتها ايش؟ بنستبدلها، بنرميها وبنجيب اللي هو غير. اوكي؟
في الفيجر التاني وموريكي كيف العملية ايش اللي هي بتتم عموما. طلع كده هاي الميموري ببعت داتا وورد تمام اللي بدنا نكتبها قديش صار سبعها امبكس، بس برضو الامبكس بيخش على سم فانكشن سم كالكوليشن بتحسب لي عدد البيتس بيسموها هذا تشيك بيتس عددهم كم كي، ونخزن مع الوورد مش بس الامبكس كمان مين كمان الكي بيتس في النود. هذا اللي بيصير عمليا في اللابتوب كله كله بيصير كده، مش احنا بس بنشوف مين الامبكس، لكن بتخزن مع كل امبت كي بيتس. شوف كيف الكيبل حسب هذا كم بيت بيجي اوكي. طيب لما يجي نقرا لما شو بيجي يقرا بيقرا الامبتس والكيبتس تمام، بس في الاول ايش الامبتس هذول بيدخلهم على فانكشن زي هذا بالضبط بيحاول يعمل زي ايش الكي كمان مره، وهذا الكي ايش القديمه اللي قريها بيقارن الكي الجديد مع الكي ايش القديم، هذا كومباراتور. والله لو زي بعض بدي اشارين وايش دي ار ايكوال خلاص الام اللي هنا بتطلع زي ما هي معناته ايش معناته خزنها سليم، لكن لو اللي هو اختلفوا تمام لو اختلفوا لا طولي بالك لو اختلف الاول بيحاول يصح تمام في حسب نوع اللي هو الكود اللي هو هذا، اذا في امكانيه تصحيح الام هذول بيصححوا بتطلع البورد الصحيح، لكن مرات بيكون عدد البيتس اللي فيها ايرور اكثر من اللازم اكثر من المقدور عليه، ساعتها بدي ايرور بقول لا الخربان هذا اي كانت كوركت اي كانت ايش اللي هو كوركت تمام. هذا واضح كيف شغال الفيجر اوكي ماشي. بتاكد انه اللي بتخزن مع كل وورد الكود الكي بيتس هذول مع اوكي، وبالتالي اللي هي اذا الوورد الاصليه اصلا ام بيتس بخزن كم ام زائد كي ام للبيتس الاصليه زائد كي لمين للي هي اوكي خلاص اذا بقدرش اعمل كوركشن خلاص بدي لك المسج انترب ايوه ايوه لا برجعش خلاص حنشوف هالقد كيف بيشتغل لسه احنا بنقدم عمال اوكي، اما انه في مرات بيكون بيقدر يعمل كوركشن خلاص بيعمل كوركشن وبتطلع الداتا كوركتد تمام وبصير هذا ايش نوت اكتف، لكن لو ما فيش كوركشن ساعتها هذا بصير اكتف تمام اوكي وبصير هنا الداتا ما لهاش معنى اللي طالع، فبيعرف السكيور على انه ايش الداتا فروم ذيس ادرس كانت خلاص فيها غلط وفيها بروبلم كانت بيش اللي هو كوركتد واضح؟ اوكي ماشي هنفصل اللي سميه تفصيل اللي هو كتير اوكي عاد الكود اللي بتطلع هنا البيتس اللي بنحسبها الكي بيسموها ايرور بيسموها ايرور كوركتنج كود او ايرور كوركشن كودز لها انواع تمام. طبعا اتس كاركترايز يعني كم بت ممكن يكتشف انه فيهم غلط وكم بت ممكن يعملهم كوركشن، يعني مش شرط كل ما اكتشفوا ممكن يكتشف فيه غلط، لكن زي مثلا اخذته ببساطه الايفن باريتي عارفينها لو وصلت المسج اللي هي او الداتا الباريتي مش ايفن بيعرف على انه ايش فيه انه فيش ايرور، لكن لو اود في ايرور لو هو شغال ايفن لكن لو اكتشف في ايرور هل بيقدر يرجع يعمل كوركشن؟ لا لا لانه مش عارف هو وين تمام، وبالتالي ايش اللي هو ما يقدرش يعرف انه في اللي هي يبقى هيك صار ديتكشن فقط. لذلك عموما اي كود له قدره انه يكتشف عدد من الايرورز لكن مش معناته يكتشف انه ايش يقدر يصلحها كلها، يمكن يصلح واحد اثنين ثلاثة لكن ما يصلح ولا شيء خلي بالك. فانت اي كود كاركترايز باي تو ثينجز كم بت ممكن تكتشف انه فيها غلط تمام وكم بت ممكن يعمل كوركشن تمام، لو هو مكتشف 1 بت ممكن يعمل كوركشن بدي لك رقمه كمان بدي لك رقمه وبالتالي بنقلبه زي ما حنشوف، لو هو 2 بتس ممكن يكتشف يصحح بدي لك ارقامه قديش كل رقم كل بت ممكن يعمل كوركشن تمام اوكي ماشي. طيب من الكودز المشهورة والبسيطة للأور كوركشن اللي هي كود يسموه الهامينج كود، هامينج اسم واحد هذا البني آدم هو اللي عمل الكود هذا اوكي. الأول حنطلع اللي هو على الفكرة التالي يوضح كيف الكود ايش اللي هو بيشتغل اوكي.
طلع على الفيجر ايش اللي هو التايم. لو انا عندي مسج 4 بيتس يعني الداتا كم بيت؟ 4، يعني الام بكم؟ ب 4. اوكي روح على مين سيركل 4 ماينس 3 ب 1 ب 3، 3 سيركل هذول A and B and C. تمام لاحظ هذول الثلاث 3 سيركلز متقطعين مع بعض صح ولا كم جزء اداني؟ اداني الجزء اللي هو اللي بتوين الاي ان اللي هو هذا صح؟ هذا مشترك بين اي والبي، واداني الجزء هذا هذا في الاي لحاله، والجزء هذا هذا في البي لحاله، والجزء هذا هذا في السي ايش لحاله صح؟ الجزء هذا اي ان بي سي، الجزء هذا البي ان سي، الجزء هذا في الثلاثه. طرد الداتا تبعتي انا قيمتها مثلا 1 1 1 اللي هو 0 تمام 1 1 0. اوكي شوف كيف بيشتغل بيه، بيرسل على هالجيت بتحسب ايش هذه المسج الاصليه الانبتس الاربعه في المثال كم؟ 4 في المثال هنا 4. اوكي اللي بعدد اللي هي الاجزاء الداخليه تمام. هالجيت اللي هي في المناطق هذه هيحسب ايش اللي هو تشيك بيتس الثلاثه هذول، يبقى كم تشيك بيت حيكون؟ 3 تشيك بيتس. كيف بيحسب؟ بيجي بيحسب القيمة اللي حطها هنا بحيث يكون عدد البيتس اللي هنا even. هلقيت هنا كم عدد الوانز اللي هنا يكون إيش even. الوانز في الـ A منين نبدأ في الـ A؟ في الـ A حاليا even ولا odd؟ odd. إذا لازم تضيف هنا كم؟ 1، يبقى حط هنا 1 صار هياتهم إيش even. طيب الوانز اللي في الـ B even ولا odd حاليا؟ فلازم يكون عشان يضل even. الوانز اللي هنا ايبن ولا عود؟ ايبن حياتها ايبن تمام. يبقى تشيك بيت وين التشيك بيتس؟ هذا تشيك بيت تشيك بيت تشيك بيت كم تشيك بيت؟ 3. كيف بنضيفهم؟ بحيث يكون عدد اللي هو الوانز في كل سيركل يصير ايش؟ يصير ايبن يصير ايش؟ ايبن يصير ايبن. كويس ولا مش كويس؟ تمام. لقيت افترضي خزننا ايش؟ لقيت لما نخزن الميموري راح نخزن الداتا الاصليه اللي هم الاربعه هذول مع تشيك بيتس. بعد ما خزنها قريناها، بعد ما خزنهم ايش اللي هو قرأناهم، لما قرأناهم في 1 بيت حصل في ايش؟ صار في ايرور اللي هو اي بيت مبين البيت هذا صح وباقيين مظبوطين. كيف نعرف؟ خليها 100 هنا. هاي هذول مظبوطين فعلا البت، لو قارنت هذا البت المختلف ايش اللي هو هذا يعني كم ايرور صار سنجل ايش؟ سنجل ايرور. طيب كيف بيجي بيعرف؟ بيجي بتطلع هالجيت انه على الوورد على الـ على الاي هنا بيلاقي عدد بس مش ايفن معناته في ايرور. خلي بالك الايرور مش شرط يصير في الداتا، ممكن يصير في الكود نفسه في تشيك كود. قلت يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا في ايش؟ في ايرور تمام. طيب هنا عدد البس ايش اسمه؟ معناته هنا ما فيش ايرور تمام. هنا عدد البس ايش ماله؟ معناته بين هذا وهذا. ايش الجزء المشترك اللي بين هذا وهذا؟ وبس اللي هي المنطقه هذا بس اللي هي الزيرو تمام. اذا الغلط هنا، اذا بروح ايش اعمل فيه؟ عملوا اللي بروح وقال واضح كيف؟ هذه ايش؟ اللي هي الاي دي. لما لقيت هنعمل كمان شوي كود على على اكثر من 4 بس. هذه المين اي دي. طب هو لما يجي يشتغل بروحش اعمل سيركل زي كده زي انا بس انا مش اعملها بعملها فيجوالي كده واخد بالك؟ هيشتغل بطريقه طبعا غير طبعا ماشي. بس هذا هو الكونسبت. هذا الكونسبت مين؟ اللي هو الاساس. يعني يكون في عنده داتا بيتس منها بيحسب التشيك بيتس ويخزن وبعدين بيقرا. بعد ما يقرا بيحسب التشيك بيتس كمان مره. لقى هنا ايش ايفن وهنا ايفن وهنا وهنا اود وهنا اود معناته في هنا وهنا غلط. وين المشترك بينهم؟ اللي هو هذا تمام. معناته هذا الغلط صح. فعلا لو قلبوا واحد بدل الشيء مظبوط مش هيك ولا هذا اوكي ماشي. كويس ولا مش كويس؟ كويس اوكي تمام. شو احنا الفيجر احنا؟
هنعمل اللي هي كود هنعمل ديفلوبرت اللي هي كود بيعمل ديتكشن انكوركشن سنجل ايرورز ان 8 بت وورد. يعني هلقيت الداتا مش 4 كام 8. هنعمل كود تمام نعمل كود بيعمل ديتكشن انكوركشن لكم ايرور ديتكشن لوين وبيصل يعني بيعرف مكان ويصل تمام. لكن عشان نبدا في الاول بدنا نشوف الايش اللي هي الكود ذا تشيك بيتس نشوف كم تشيك بيتس بيتزن في الاول الكيب كم. اوكي تلاحظي من الفيجر اللي فات قبل شوي انه انا بقارن الفيجر اللي هو هذا بنقارن كي بيتس بكي بيتس مش هيك ولا بالكمبارات الكي اللي هو اتخزن مع الكي اللي حسبناه من اول وجديد مظبوط ولا هذا اول شغله تمام. بنقارن كي بيتس بيت باي بيت كومبارزن بيت الاولاني مع الاولاني الثاني مع الثالث مع يعني كل تو بيتس بيخش على ايش على اكس اور. يعني البيت نمبر 0 من 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 الكي بيتس القديمه كانت مخزنه مع اللي قريناها مع اللي حسبناها الجديد والثاني مع الثاني والثالث مع الثالث يعني بعدين معناته بدي كم اكس اور كي اكس اور بيت باي بيت بيت وايز يعني تمام. اللي بيطلع من الكومبارتر هذا بنسميه سندروم وورد سندروم يعني متلازم سندروم. اوكي قالت كل بيت من السندروم حيكون يا زيرو يا واحد يعني كل اكس اور حطلع لك 1 اس 1 سندروم بيت مش هيك ولا اي نعم. لو زيرو معناته ما فيش غلط في التشيك بيت هذا لو واحد معناته في ايش في غلط مش هيك تمام. طيب وبالتالي السندروم عندي كم كي حيكون كم بت كي بتس لانه قارن كيف كيف حيطلع لي هو نفس المقارنه اللي هي كي بتس اللي هو السندروم يعني قديش حيكون المينيم لو فيش اغلاط بالمره حيكون كم كيف السندروم بصفر اذا القيمه حتروح من صفر الى 2 اس كي ماينس 1. لو طلع السندروم بزيرو معناته فيش غلط صح معناته متى بصير في غلط اذا السندروم طلع اي قيمه من 1 لغايه 2 اس كي ماينس 1 لو اي كومبانيشن من هذول معناته ايش معناته في ايرور تمام. لكن لو السندروم بزير معناته ما فيش ايش ما فيش اللي هو ايرور. اوكي طيب بعدين كنا قلنا على انه الايرور مش شرط يحصل بس في الداتا الاصليه ممكن يحصل بالكي نفسه بت لو تنحى يتخزن في الرام اصلا في داتا مكران ممكن في هذا وفي هذا يصير ايش يصير في ايرور. اوكي لذلك لقيت انا بدي كود بدي كود يكتشف الايرور ويحدد رقم ويحدد كام اللي هو رقم والسندروم هذا اللي حيطلع بدي اياه هو اللي يحدد الرقم قيمته يحدد رقم البت اللي رقم البت اللي فيه غلط. اللي صار عندي كم بت انا ام زائد كي ممكن يصير غلط في اي فيهم هو لا. لو قلنا رقم البت الاولاني واحد بيبدا من 1 2 3 4 5 6 اذا لازم يكون 2 اس كي ماينس 1 اخر يساوي من ام زائد كي على الاقل بيساويه عشان لو طلع واحد معناته بيت رقم كم؟ واحد. لو بيت اثنين يطلع رقم ايش؟ اثنين. لو ثلاثة فعلا. لكن ما ينفعش يكون كي اثنين اس كي ماينس واحد اقل من الكلام هذا. مظبوط ولا لا؟ معناته مش حقدر احصله مظبوط؟ اوكي؟ اوكي. وبالتالي الام بيكون معروف. تمام؟ فمن من الاكوال من الـ من الانيكواليتي هذه بروح احاسب قيمة مين؟ الكي اللي بتحقق المعادلة هذه، اصغر كي بتحقق المعادلة هذه عشان اقدر اعمل ديتكشن عندي انكوريشن لشنجل ايش لشنجل كي. ناخذ مثال، لقيت الام عندي في المثال بكم؟ 8. طيب خلينا نجرب الكي ب 3. 2 اس 3 ناقص 1 ب 7 ما هياش اقل اكبر او يساوي من 8 زائد 3، يبقى كي 3 ما بينفعش. ليش ما بينفعش؟ الكي هيحدد لي ارقام من كم لكم؟ من 1 لغايه 7. طب لو حصل ايرور بيت رقم 8 مش هقدر احدده يبقى الكي 3 ما ينفعش. لكن لو اخذت الكي ب 4 بصير 2 اس 4 بكام؟ ب 16 ماينس 1 ايوه اكبر بينفع مضبوط ولا؟
اوكي بقدر احسب سندروم يمثل لي رقم يدلني على رقم البت اللي فيه غلط، سواء الغلط في الداتا او في ايش اللي هو في الكود. اذا في الاكزامبل تبعنا اي نيد ات ليست كم تشيك بيتس؟ اربع عشان اعمل سنجل ايرور ديتكشن اند ايش اند كوركشن. الوورد مكون من كم بيت؟ 8 بيت. شفت كيف بنحسب الكير؟ هذا بالنسبه للكير، هذا اول خطه في الديزاين. تمام؟ وبالتالي معناته انا الكود حيكون في 8 داتا و4 ايش و4 تشيك. طلع التيبل اللي هي التالي 5 2 مدي لك اكزامبلز. لو عدد داتا بيس 8 حسبناه بكم؟ ب 4. قديش الانكريز الاوفر هيد اللي هي ال 4 على الاصل 50% كلفنا عدد من بيتس، وبالتالي عرض الميموري بدل حخزن بايت بايت حخزن كمان جنبه كمان مع كل بايت كمان اربع. هذا كرسي زياده بكلف اكثر، مش مشكله. عشان انا اي ادفانتج بدك اياه بدك تدفع حاجه. فيش ادفانتج من غير ايش؟ من غير اللي هو اوكي. لو العدد بس 16 لو حسبتي حتلاقي بيطلع لك كم؟ 5 اوفر هيد 31 وكذا وكذا. لو عدد بس 56 الداتا بتشيك بس، لو حسبتيهم حسب الكواليتي اللي فاتت بيطلع كم؟ 9. الاوفر هيد فقط كم بالزياده اللي هو 9 على هذول بيطلع 3% 3.5 ايش؟ اللي هي في الفيلم. اوكي؟ خلي ايش هذول بعدين. طيب هاي ماشي. حاليًا احنا بنعمل جنريشن ل 4 بت سندروم والداتا كام 8 بت، وفي الكاركترستكس التالي بدنا نعمل كود. الكود هذا بيطلع السندروم كم بت؟ 5 4. تمام يعني بدنا نعمل اللي هي كود بيعمل ديتكشن اند كوركشن. تمام، والداتا 8 بت، وحسبنا فيها تبعته بيطلع بكام؟ 4 بت. تمام، والسندروم لازم يكون في الخواص التاليه، بدنا يكون في الخواص التاليه. لو قيمه اللي ايش اللي هي السندروم زيرو معناته فيش غلط. معناته فيش غلط. تمام؟ لكن لو السندروم فيه على الاقل واحد سنجل 1 اند اونلي 1 معناته الايرور حيكون في التشيك بيتس نفسه. زي ما حنشوف، ليش حنشوف؟ مش واضحه لسه. لو السندروم كله بصفار معناته فيش ولا ايرور، لا في الداتا ولا ايش؟ ولا في الشيك. لكن لو سندروم مش بزيرو في فقط واحد بس فقط قيمته بكم؟ معناته الايرور في الحاله بنقول ايش؟ حيكون في الشيك بت مش في الدات. معناته في الحاله هل بدنا كوركشن؟ لا بدنا شو بالك بدنا شو. والغلط اللي في على فكره بيكون في البت اللي قيمته واحد هو الشيك بت تبعه اللي هو ايش؟ اللي هو واحد اللي هو ايرور. تمام، يبقى لو السندروم طلع مش بزيرو لكن في سنجل 1 بس معناته الايرور بيكون وين؟ في التشيك كود مش في الداتا. معناته الداتا بدهاش كوركشن بتطلع زي ما هي. الغلط في الكور في الـ في الـ في التشيك كود، ومش مش 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 مضطر. انا عارف مكانه هو نفسه اللي طلع 1 ومش محتاج اصلا لانه تشيك بت هذا. تمام ولا هذا هي. لكن لو السندروم طلع في اكثر من واحد بواحد اكثر من بت بوحايد، في الحالة دي النوميريكال قيمة السندروم نفسه هي بتحدد رقم البت اللي فيه ايرور. ساعة الايرور بيكون في الداتا. يعني لو طلع مثلا 0 1 1 0 كم قيمته هذا؟ 2 1 معناته الايرور مش في التشيك، الايرور في الداتا. معناته جاي 0 1 1 قيمته 6، معناته الايرور في البت رقم 6. زي ما حنشوف. تمام؟ بس مش واضحة ليش؟ ما حتتضح لك لمين؟ لك ليش اللي هو الشرح. تلي في الاخر اللي ورا انت تعالي هنا تعالي هنا شكلك بتلعب في الجوال ولا ايش؟ لا قاعد في الشنطه بدور على القلم. طب روح دور على القلم يلا هات الشنطه ودور على القلم يا ستي دور هات اغراضك. طيب ماشي احنا قلنا زميلك بتقول لو
ظهر رقم أربعة أكثر من سؤال اللي هو وزير. سؤالي واخد بالك؟ ده صحيح سؤال وزير، أوكي؟ لو ظهر اللي هو عدد من الإيروز بحيث كانت في سندروم أكثر من 12، أكثر من البيت اللي بدنا إياه، واخد بالك؟ معناته إنه في عدد من الإيروز أكثر مما يتحمل، واخد بالك؟ أي نعم، سمعته من سنجل إيش؟ هو سنجل إيروز. أي ما يقدرش يعمل سنجل، بس قال اكتشف إنه إيش؟ إنه في إيروز، في سم إيروز، في سم إيروز، في سم إيروز. في الاخر السكشن هنعمل كود بيعمل ديتكشن لاثنين، لكن بيصلح كم واحد؟ واحد. لكن لو حصل ثلاثة واكثر ما يقدرش يعمل ايش؟ تمام؟ واضح؟ ثلاثة واكثر او ما يقدرش يعمل ايش؟ يعمل ايش؟ زي مثلا الايفن، لو ايفن باريتي خلي بالك كنا بنختار كم بيت؟ واحد. لو حصل 1 بيت في ايرور بيصلح، مش على بيكتشفه، تمام؟ لكن لو حصل 2 ايرورز بتبينش، بالك بتضلوا ايه مشيت، ولا حصل أربعة بتبينش. طب لو حصل ثلاثة لو بيكتشفوا، لكن بيقدرش برضه يصلح مشيت ولا اي نعم. اوكي، فالكيس بيقول عليها معناته يعني في سم ايرور واكي كانت اللي هي كوركت، هي كانت ايش؟ كوركت. اوكي ماشي، طيب واضح. اوكي، بقول لك عشان نعمل الكاركترستكس اللي هم الثلاثة هذول اوكي اللي احنا ذكرناه، اوكي بنروح مرتبين الداتا والتشيك بس كما في الفيجر التالي، هقول لكم ليش لقيت. تمام، طلع على الفيجر، هاي الفيجر اللي بقول السكشن هذا بتحل، لو قريتوه لحالكم تجدوا صعوبه في فهمه، مع انه سهل لما ينفهم ايش اللي هو سهل. زائد هو مش قايل لك ليش الشرح في هذا بالباطل، انا عمال بقول لقيت حتعرفوا ليش. لقيت كم بيصير الداتا مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع 12، بتروح كده بت بوزيشن 1 2 3 4 لغايه كام؟ لغايه 12. تمام، بعدين بوزيشن نمبر بالباينري 1 2 3 4 5 6 7 لغايه 12، صح ولا مش صح؟ تمام، وين بحط كم تشيك بت عندي؟ وين بحط مواقع التشيك بت؟ بحطها في البوزيشنز اللي بيكون فيها ايش؟ سنجل ايش؟ سنجل 1. طلع بوز هذا الكود تبعه كم 1 فيه بالباينري؟ محتاج سي 1. هذا كم 1؟ سنجل لا 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 2 سنجل 1 محتاج سي 2. هذا كم 1 فيه؟ ما ينفعش يعني هذا دات هذه 1. هذا كم 1 فيه؟ 1 يبقى هنسميه يبقى هي سي 4. تمام؟ وهذا كم بت كم 1 فيه؟ وهذا دات دي 2. هذا كم بت كم 1 في 2 يبقى دي 3، هذا 3 وز يبقى دي 4، هذا سنجل 1 يبقى سي كم؟ سي 8. تمام، والباقيين فيهم اكثر من 1 يبقى دي 5 7 8. لا ما طلع السماعه طلعت السماعه حسب البوزيشن تبعه، هذا الويت تبعه كم بواحد، الويت تبع هذا باثنين، الويت تبع هذا المهم عددهم، المهم عددهم مش مشكله التسمه. كم تشيك بت عندي؟ 4. وكم داتا بت؟ 8. شفت كيف بنوقع وكيف بنحط ال بنحدد اماكن التشيك بيس اند الداتا بيتس؟ واضح؟ تمام، متابعين اللي ورا؟ اوكي ماشي، طيب كويس، هنعرف الجيت ايش اللي هو ليش كمان شوي. اوكي، بحدد المواقع. اذا تلاحظي البيتس البوزيشن اللي قيمتها 2 اس اشي، تمام، 2 اس شيء، هذا 2 اس 0 بنحط فيها شيء، هذا 2 اس 1، هذا 2 اس 2، هذا 2 اس 3 بنحط فيها التشيك بيتس، الباقيين الداتا بيتس. يعني ما بتطلعوش داتا بيتس جنب بعض، بتخللهم مين؟ التشيك بيتس بالشكل اللي احنا شايفينه. تمام؟ طيب كويس. وبعدين بنروح ايش هالجيل؟ بنروح حاسبين التشيك بيتس، راح حاسبين التشيك بيتس. تمام، لحتى العمليه شكلها زي سحر بحري مش هيك ولا؟ خد بالك؟ يعني مش واضح ليش بنعمل هيك، حيتضح هالجيم، اوكي؟ حيتضح هالجيم، اوكي ماشي. طيب ماشي.
بنفينا سي واحد. كيف نحسب سي واحد؟ الاكس اور تبع داتا بيتس غير السي واحد. تبع حط تلاحظي البت هذا قيمته بكام؟ بواحد، مش هيك ولا؟ بنروح للداتا بيتس اللي البت الاولاني فيها بيكون بواحد. وين هي؟ اللي هي عندي هنا رقم الداتا بيت اللي هي 3 اللي هي دي 1 صح؟ ودي 2 ودي 4 ودي 5 ودي 7. نعمل لك هاي 1 2 4 5 7 اكس اور مع بعض. هادين الشيء اللي هي السي 1. السي 1 تمام؟ وبالتالي لقيت انا ما حسبت سي 1 وخزنه في الميموري. لما اقرا مره ثانيه بحسب السي 1 كمان مره. لو عليت بقاعد السي 1 اللي هو اللي اتخزن مع الحسبه المره، لو فيه ايرور هيدي لك السندروم البنت بكام؟ هيديك 1. اذا البنت هذا في ايرور معناته صار في ايرور، معناته البيتس اللي اشتركت في تشكيله فيها ايرور. فيها ايش؟ فيها ايرور اللي هي مين؟ دي 1 2 دي 4 دي 5 دي 7. مضبوط ولا لا؟ البيتس اللي اشتركت في تشكيله فيها ايش؟ فيها ايرور. خلينا في الاول نحسب الشيك بيتس من كم الشيك بيتس. نيجي للسي 2. السي 2 تلاحظي يقابل اللي هو ال1 هنا البوزيشن هذا. مضبوط؟ طيب ايش الداتا بيتس اللي البيت الثاني بيكون فيها بواحد؟ واحد واحد وثلاثة وأربعة وستة وسبعة. فعلا هاي واحد أربعة ستة سبعة. مضبوط؟ عمل اكسور هذا سي 2. طيب نيجي للسي كم؟ الأربعة. هذا في البوزيشن اللي هنا اللي هي الثالث. طب ايش اللي فيهم في الثالث؟ اثنين ثلاثة وأربعة وثمانية. نشوف هاي اثنين مظبوط. طب السي 8، السي 8 الأخير هنا لا هنا لا في عندك خمسة وستة وسبعة وثمانية. هكذا تحسب مين؟ للتشيك اللي هو بيتس. طبعا هذا سنجل ايرور اللي فعلا اللي قدم عليه حقيقه عم نعمل سنجل ايرور ديتكشن اند كوركشن. لكن لو تو ايرورز اكثر كانت تمام. اوكي ماشي. شوف لقيت ليش هو بحسبها هيك؟ ليش بحسبها هيك؟ قايل لك اياها في الكتاب على فكره. ليش بحسبها هيك؟ اوكي لو احنا لقيت حسبنا اجتني بور ركزوا وحسبت تشيك بيتس وخزنتها في الميموري تمام وقريت الورد مع التشيك الجديد اللي لقيت. لما اقرا الوورد حامل حسبة السي من اول وجديد سي 1 2 3 و 4 بقارن سي 1 مع سي 1 بدي لك السندروم البيت الاولاني. لو طلع بواحد المقارنه معناته البيت هذا في غلط في الشكل معناته انه غلط معناته البيتس اللي اشتركت في تشكيل السي 1 فيها غلط اللي هي اي بيتس؟ 1 2 و 4 معناته البيت اللي هي 1 او كذا او كذا فيها غلط. البيتس اللي البيت الاولاني فيها 1 تمام معناته بس انا لسه مش عارف مين فيهم. على قد حددت ايش قيمه حددت قيمه البت الاولاني من رقم البت لازم يكون رقمه البت هذا ليش البوزيشن تبعه رقمه البت الاولاني قيمته بكام منه 1. نفس ايش للسي 2 ولا السي 2 تلاحظي بيشتغل على اي بت؟ الثاني. لو سي 2 طلع فيه غلط معناته البس اللي اشترك في التشكيل اللي هي سي 2 في واحد منهم ايش غلط تمام واحد منهم ايش غلط تمام واحد منهم ايش اللي هو غلط. وتلاحظي فيهم كلهم بيكون البت خيط ثاني اللي اشتركوا في تشكيل سي 2 اللي هم هذول. فهذول كلهم بيكون قيمه البت الثاني قيمته بكام؟ قيمته بواحد في البوزيشن تبعه مش هيك ولا؟ يبقى بحط ايش البت الثاني السي 2 السندروم بيحدد ايش قيمة البيت الثاني من البوزيشن. وهكذا بالنسبة لسي 4 بيحدد قيمة البيت الثاني من البوزيشن وهكذا سي 8. عشان هيك سندروم على بعضه صار هالقيد لو مش زيرو معناته على بعضه بيحدد رقم البيت اللي فيه ايش؟ اللي فيه ايرور. بيحدد رقم البيت اللي فيه ايرور.
فهمتوا كيف؟ هيا نشوف اكزامبل، هيا نشوف ايش هو اكزامبل. اوكي صح، دي اللي هي البيت ات بوزيشن ان از تشيكت باي البيتس سي اي، بحيث يكون مجموع السي اي مجموع السيجما سي اي بيساوي، بمعنى لو البيت ات بوزيشن 7، لو البوزيشن 7 هتلاقي انه عمله شيكينج، ايش الارقام اللي اوزانها 2 اس شيء بيساوي 7، اللي هي الاربع زائد 2 زائد كام زائد 1، تمام؟ معناته ات ويل بي تشيكت باي سي 1 ان سي 2 ان سي ايش؟ ان سي 4. بيت بوزيشن رقم 7 فيها هي 7 is checked by ايش؟ by 1 و 2 و 4 تمام؟ بيت 7 تلاحظي is checked by 1 و 2 position 7 by 1 اللي هي و 2 و الأول والثاني والرابع، ايوه وسي 8 مش هيك ولا مظبوط؟ اوكي اللي هو قصده بيت 7، اي لا هنا سوري قصده بيت 7 هنا از تشيكت باي ايش؟ باي اللي هي اللي ايش؟ اللي هي 1 و2 و 4 مش هيك ولا؟ 1 و2 و 4 مظبوط، والبيت هذا 7 از تشيكت باي ايش؟ 1 اللي هي 2 و المفروض هذا تشيك باي باي سي 4 صح؟ 7 ليش هنا مش مكتوب هنا؟ غلطان صح؟ هنا مش في بيت هنا؟ واحد والمفروض ايه؟ المفروض هذا يعمل تشيك على مين؟ اللي هي سي 4 المفروض يعمل اللي هو تشيك على اللي هي 2 2 و3 و4 مش هيك؟ هي 2 3 و 4 البوزيشن مال 2 و 3 و 4 مضبوط اوكي وايش كمان؟ و 8 2 و 3 و 4 مضبوط اوكي 2 و 3 و 4 و 2 و 3 و 4 و 8 مش هيك ولا؟ اوكي دي ثاني ماشي هو قصر ماشي سيبوكم من هذا مش مشكلة ماشي الحال اوكي واضح كيف؟ اوكي طيب هل قلت لو انا عندي وورد كم قيمتها؟ الوورد كانت القيمه هي 8 بيت اوكي نفس في الاول تشيك بس الاول مره تخزن في ميموري السي 1 حيكون كيف حنحسبه؟ اي بيت السي 1 قلنا حنحسب ملين انا عشان ما ندفعش البيت كم الاول دي اللي هي دي كم ارقامهم دي ايش؟ دي واحد بواحد تمام هاي واحد دي واحد بواحد اوكي ودي اثنين اللي هي دي اثنين زيرو يعني دي اثنين لا واحد اثنين واربعة وخمسة وسبعة مش هيك ولا؟ واحد اثنين واربعة وخمسة وسبعة دي اثنين نطلعهم هنا بيت واحد بكام؟ بواحد تمام وقديش واثنين بزيرو هي زيرو تمام واربعة بواحد تمام مظبوط وخمسة بواحد هي ايش اللي هي واحد زيرو واحد واحد وسبعة بكام اللي هي بزيرو مش هيك سبعة بزيرو تمام هاي اكس اور مع بعض بيطلع بكام بيطلع بواحد واحد اثنين ثلاثة اي اود عشان يصير اي بيطلع بواحد سي واحد تمام وهكذا طبق المعادلة هذه على مين؟ عشان سي اثنين وسي اربعة وسي غير طلعنا السي هذا ابقوا احسبهم في البيت عشان تضيعش وقت تعرف تحسبوهم مباشرة تاخذ وقت على الفاضي سهلة بس تاخذ وقت تمام طلعنا السي هذا حسبناهم هذول حيخزنوا ايش؟ في الميموري تمام افترض هلقيت بعد ما 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 طلعناهم وكتبناهم في الميموري اجرينا الوورد مع التشيك بيتس تمام
لكن لما جيناهم لقينا في بيت داتا بيت رقم 3 كان في غلط، بس لسه مش عارفينه غلط. فالداتا بيت اللي كان قيمته اصلا كان اللي هي بزيرو، قلب من زيرو لواحد. تمام، نشيك بيت شيء غلط، والداتا وورد لقيناها البيت راح يصير غلط بيت رقم 3، هيك بروح حاسب تشيك بيت كمان مره. تمام، نشيك بيت كمان مره، بعد ما احسبها لقيت بروح عامل ايش اكس اور لمين، هذا الشيك بيت القديم اللي هم هذول اللي هي 1110، هذا الشيك بيت جديد اللي هي ايش 1000. بعمل اكس اور هالجيت طلع هنا زيرو، مع الشيك بيت الاولاني فيش فيه غلط، في غلط في الثاني ومين الثالث. الجيت نروح نطلع على مين، كم القيمه هذه اللي هي 6، معناته بوزيشن رقم 6 في ايش في غلط. بوزيشن رقم كم؟ طب بوزيشن 6 يقابل ايش الفيجر هنا؟ بيت رقم ايش؟ 3 من الداتا. معناته هو قريب كم؟ قريب غلط، قريب كم؟ زيرو، عرف انه في غلط. ايش بروح مسوي فيه؟ بقلب بصير واحد. وضحت؟ اوكي. هذه الشيك بس اللي حسب اول مره من الفيجر، يعني هنا في الفيجر هنا تقابل اي كي بيتس هنا، هذه ولا هذه؟ لا الاولانيه. تمام؟ الاولانيه. وبعدين خزناهم. بعدين قريناهم. هذه الثانيه. بعدين بروح قارن اللي قريناهم تمام؟ مع حسبناهم ايش؟ من اول وجديد. تمام؟ طلع سم ايرور. مش عارفين يسألوا ولا لا، طلع السندروم ما طلعش بزيرو، معناته في غلط. لكن قيمته كم طلع؟ اللي هي بستة، معناته بيت بوزيشن ستة في ايش؟ في غلط، اللي هو يقابل داتا بيت داتا بيت ايش؟ تالي. طلع عليه، بروح عامل له انفيرجن، اجى زيرو بواحد، مش واحد خليه بايش؟ خليه اللي هو بزيرو. اوكي؟ وقلنا صار واضح ليش هيك بدي هذا، مش هيك؟ بما انه هلقيت اللي هي الغلط في 2 و3، معناته البيست اللي شاركت في تشكيل 2 فيها غلط، واحد منهم غلط. تمام؟ طب البيت الشارع في تشكيل 2 تلاحظي البيتس هذول فيهم الصفه انهم البوزيشن تبعهم رقمهم تمام؟ البيت الثاني كتلته كم؟ بواحد، معناته السي 2 هذا اللي حسبناه هو عباره عن البيت قيمه البيت الثاني من البوزيشن تبع البيت اللي فيه غلط. طب لقيت سي 4 طلع فيه غلط. فالبيت البيت شاركت في تشكيل سي 4 فيها غلط. تمام؟ بس تلاحظ اللي شاركت في في في, في اللي هي في سي 4 تمام؟ انه ايش فيها صفه؟ انه البيت اللي هو هذا بيكون قيمته دائما بكام؟ واحد. معناته هذا هو حيدي قيمه البيت الثالث من البوزيشن تبع البيت اللي فيه غلط. يبقى على بعضه بدي لك رقم البيت في البوزيشن. اللي فيه ايش؟ اللي فيه غلط. اللي فيه اللي هو غلط. اللي ما طيح ما اديش الكالكوليشن اول جديد، يعني هنا الفيجر هذا ما فيش فيه معلومات جديده، نطلع عليه. هاي البيت بوزيشن بالديسيمال، هياته بالباينري. هاي الداتا وورز شفنا كيف وقعناها. تمام؟ هاي التشيك بيتس، هاي اماكنها. تمام؟ لقيت التشيك بيتس حتتخزن، لقيت هيخزن، لقيت هذا التشيك مع مين؟ مع الداتا. وحسبناه التشيك بيتس اول مره. بعدين قريهم، هذا بعد ما قريهم. لما قريهم طلعت البيت هذا في ايش؟ اتغيرت قيمته. مضبوط ولا لا؟ لقيت بعد ما تغير اللي هو قيمته تمام؟ لما حسب التشيك بيت الجديده طلعت هذه التشيك بيت، عمل اكس اوز اللي هي مش كامل فكره، هذا اكس اوز اللي هي هذا مع مين؟ مع اللي هو هذا. تمام؟ بدي لك زيرو، وهذا مع هذا بدي لك واحد. تمام؟ وهذا مع هذا بدي لك واحد، وهذا مع بدي لك زيرو، معناته ايش؟ بدي لك 6. بعد بيت بوزيشن رقم 6 بدي لك ايش؟ في الايرور اللي هو ايش؟ اللي هو هذا. وروح قالوا من ايش؟ من واحد ايش؟ سوري اللي هي ايوه من واحد الى ايش؟ الى زيرو، الى صفر. واضح؟ اوكي ماشي. الكود هذا اللي عملناه بيقولوا عنه اللي هي السنجل ايرور كوركتنج تمام؟ كود ديتكشن اند كوركشن، يعني بيكتشف اذا حصل خطا واحد بيكتشف، وبيعمل له كمان ايش؟ كوركت، يعني بيحدد مكانه. تمام؟ لقيت الميموري السيمي كوندكتور ايش في العاده ايش بيحطوا معها؟ بيحطوا على سنجل ايرور كوركشن دبل ايرور ديتكشن كود. تمام؟
يعني بكود بيقدر يصحح سنجل ايرور تمام ويعمل ايش لكم ايرور لتو ايرورز لتو ايش لتو يعني لو سنجل ايرور بيصح لكن لو اكثر فقط ايش لو اثنين بيقول لك في تو ايرورز في تو ايرورز تمام طيب تي تو ايرورز هل بيصلح واحد منهم افترض انه بيعرف هل معنى في لها معنى انه يعرف صلح واحد منهم بضل الثاني وفي بالثاني مش عارفين مكانه مش معنى يبقى ايش اذا ضبل بس بقول لك انه في غلطين لكن ما بيقدرش يصحح وما لهش معنى يصحح واحد منهم راح يضل الثاني بالبيت الثاني في اربع مش عارفين ايش من مكان تمام لو سنجل ايرور بيكتشفوا بيصحوا لو دبل ايرور بيقول لك في دبل ايرور وبالتالي كانت اللي هو كوركت ديتكشن اوكي خلينا نشوف الفيجر هذا بالمره اوكي شوف كيف الكود بيشتغل سنجل ايرور ديتكشن اند كوركشن ودبل ايرور ديتكشن شوف الفيجر التالي الفيجر التالي شوف الفيجر التالي هاي المسج الاصلي 0110 تمام يقول لما بنخلي البيتس الوانز ايفن في كل سيركل معناته هنا هنحط ايش 1 وهنا 0 هنا ايش وهنا 0 كويس ولا مش كويس تمام اوكي و تمام وبعدين لما السي اللي هو يعتبر ايش السي طلع على على على, على سي لما قريها بعد ما كتبها وقريها صار كم ايرور هاي واحد مظبوط واحد وين في كمان واللي في النص واللي في النص اثنين هذه بعد ما كتبها وقريها المفروض هو هيكتب هذا بس بعد ما قريها كم ايرور صار واحد هنا واحد هنا. طيب قلت انا لو اشتغل عادي تمام نفس العادة. قلت لو جينا هنا تلاحظ هذا نفسه هذا. هنا عدد بس إس 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 إيه. هيقول فيش غلط. هنا عدد بس إس إس. قد معناته فيه غلط صح. وهنا إس قد. معناته غلط بين هذا وهذا. معناته غلط هو هذا. لو قلنا هنا. معناته هيجي له كم؟ واحد. غلط. لا. هيزود الغلط هيك. هيخليها كده. لما زودنا صار ايش صار بدل غلطين صار كم ما صحش ولا ايش صار ثلاثة لانه الكود اصلا ايش لانه حصل غلطين بدل ما زي ما تقولوا انتم بدل ما يكحلها عماها زي ما تقولوا تبارك اي نعم اوكي ماشي بعدين انتم عندكم الامثال هذه مش هيك ولا اوكي ماشي طيب فما نفعش مش هيك ولا كويس ولا مش كويس لكن لا قال لك طب لو انا لو اضفت اللي هي كمان لاحظي بت زياده معناته اللي هي 3 بتس ل 4 بتس داتا ما ينفعش ما يكفيش يعمل ديتكشن كوركت سنجل ايرور شيك ولا لا دبل ايرور صح ولا سنجل بيكفي عشان يصير ديتكشن دبل طولوا بالك بيروح ضايف بت زياده البت هذا البراد البيت هذا ايش وظيفته؟ بيخلي عدد البيتس الكلية داتا مع التشيك ايفن هلقيت في هذه الحالة ايفن ماشي وهذه الحالة ايفن ماشي لكن هلقيت على بعض قد فهذا البيت هذا خرب كام؟ واحد هلقيت لما قري هلقيت اوكي لما قري كويس راح قري ايش؟ قري اللي هم ايش؟ اللي هم قري هذا تمام؟ كم ايرور قلنا صاير؟ اثنين اللي هي البت اللي هو هذا والبت اللي هو البت اللي هو هذا كويس؟
البت ايش اللي هو واحد. فلقيت لما يجي يعمل كوركشن هيجي يطلع يلاقي انه عدد البتس اللي هنا بكام؟ بأود. كويس؟ على البتس هنا بكام؟ بأود. وعدد البتس هنا بكام؟ بإيفن. بيتز اللي هو أود. لكن لذات البلد ايش مالها؟ از إيفن. از ايش؟ لحظة شوية. أي نعم. أوكي. هلقيت العدد الوانز هلقيت بعد ما صار إيرور. طلع هنا. لا لا طولي بالي. هلقيت لاحظي هلقيت إيش اللي بيطلع؟ بيطلع هنا بلقى عدد البس بكام؟ بإيفن. وهنا بكم؟ بإيفن. كويس؟ وهنا بكم؟ اللي هي بإيفن. لاحظي هنا شغال على مين؟ على اللي هو ايش؟ بإيفن. تمام؟ لكن على الكل إيفن ولا أود؟ لا على بعضهم مع هذا أود. بيعرف عينه صار أكثر من إيرو. دبل إيرو. بيعرف انه ايش؟ دبل او. تمام؟ مش هو هذا بتحصل على الوانس كل البيت؟ ايوه هيو هنا هيو هنا طلع هنا هيتها هلقيت صار في هذه ايبن وهذه ايبن وهلقيت صار كله ايبن. تمام؟ وكتبنا هدول كلهم مع هذا كمان يعني صار هلقيت كم تشيك بيت؟ اربعه مع هذا مع الاربعه ده وبعدين قريناهم قرينا هدول حصل وين ايرو في هذا وهذا ايرو. تمام ولا لا؟ لما اجي يعمل تشيكينج لقى هنا ايفن فيش مشكله وهنا ايفن فيش مشكله وهنا ايفن ايش فيش مشكله لكن كلهم على بعض ار ايش اود بيعرف عليهم في ايش؟ انه في دبل ايرور وبالتالي بيحاول يصحح لكن قال لك انه في دبل ايش؟ ايرور بقول لك لا هذا ايرور كانت بي كوركت. مين فادنا؟ البت الزياده هاي البت ايش اللي هو الزياده اللي هو تمام. طلع على احنا طولنا شوي اليوم مش مشكله عشان نخلص السكشن اللي هو هذا. اوكي نرجع لل طيب بقول لك اللي هي في الايرور كوركشن موجودين في كل في كل الكمبيوتر اللي هو سيستمز. اوكي يعني في الاي بي ام مثلا بيستخدموا 8 بت سنجل ايرور بصحح هذه اللي هي دي اي دي. تمام دبل ايرور ديتكشن يعني هذا اذا سنجل ايرور بيكتشف وبيصحح. تمام مع اضافه البت اللي هو هذا. تمام لكن لو دبل بيكتشف لكن ايش ما بيصحش. تمام في الاي بي ام المين فريم هذا بيستخدموا 8 بت اللي هي الكود نفسه سنجل ايرور كوركشن دبل ايرور ديتكشن. تمام لداتا 64 بت. اوكي وبالتالي عنده اوفر هيد 12%. الباكس بيستخدم 7 بت سنجل كوركشن دبل ديتكشن لداتا 32 بت اوفر هيد 22% وهكذا بالنسبه للتنين. اوكي خلينا نكمل التيبل اللي هي هذه اوكي ايوه هنا طلعي لو 8 بت عندك الاور هيد بيكون بكام؟ التشيك بخمسه 5 على 8 بيصير 62 زاد عشان يديلك مور ايش؟ لان هذا دبل ايرور ديتكشن. تمام هذا سنجل ايرور ديتكشن اند ايش كوركشن هذا سنجل ايرور كوركشن دبل ايش ديتكشن بدك عدد اكبر من تشيك بتس وبالتالي بتزيد مين؟ الاور هيد. المره الجايه بنكمل ان شاء الله. Thank you.